بتقارير رائعة. أكيد مشاهدينا رح نتواصل معكم بفقرات متعددة وفقرات متنوعة لحلقة اليوم من كل جمعة. اسمحوا لي بالاستوديو اليوم أرحب بالسيد طبعا ضيفنا المرة الثانية ودائما أهلا وسهلا فيك السيد محمود يوسف، خبير تكنولوجيا إعادة إحياء المياه وممثل لتكنولوجيا جراندر في الوطن العربي وشمال أفريقيا. صباح الخير. صباح الخير أختنا، أهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير لكل الشعب الأردني في داخل المملكة وخارجها. صباح الخير للجميع وأهلا وسهلا بكم. يعني نورتنا للمرة الثانية بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع المية فيه شوي هيك اليوم، كونه رمضان الناس بتعطش برمضان. مشاهدينا بدنا نحكي عن المي، وإن شاء الله ما حدا بيعطش على هالصبح، أو اللي صاحي من النوم ريقه ناشف وعطشان وحالته حالة. رح نروح نشوف التقرير الصغير ورجعين، خليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. الماء، هذا الإبداع الإلهي العجيب الذي حير ببساطته الشديدة وأهميته العظيمة عقول العلماء وجمد تفكير المفكرين، نعمة أنعم الله بها على الإنسان ليجعلها آية من آياته جل وعلا، لا يمكن لأي بشر أن يتجاهلها، فضرب بها مثلا في الإعجاز والإبداع، بل وجعلها تحتل أكثر من 71% من سطح الكرة الأرضية. يدخل الماء في تكوين المادة الحية، فهو جزء لا يتجزأ من الخلايا الحيوانية والنباتية، وله خصائص إحلال المواد 11 التي تنقلها الأعضاء الحية. وقد سمح تواجد الماء بحالته السائلة على الأرض بوجود الحياة، فعندما يولد الطفل يشكل الماء نسبة 78% من وزن جسمه، ويحصل الإنسان على الماء عن طريق طعامه وشرابه، ويتواجد في كل الأغذية بنسب متفاوتة، كما تخضع مياه الشرب لمعايير دولية تحددها منظمة الصحة العالمية، وعددها 62 معيارا. يمكن التعرف على بعضها بواسطة الحواس كاللون والرائحة والمذاق والمظهر، أما بقية المعايير الأخرى فهي فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية. وأكيد مثل ما تحدث القرآن الكريم عن الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. طبعا احنا بدون الماء ما بنعرف نعيش، لا بأكلنا ولا بشربنا ولا بنومنا ولا بعملنا ولا بأي شيء بنقدر نمارس حياتنا بدون ماء. طبعا استاذ محمود، يعني موضوع الماء حكينا في احدى الحلقات السابقة انه الماء احساس، الماء مشاعر، يعني الماء مثل البني آدم. حابين هيك كمان نتطرق بفتح مواضيع كثير من عندك ان شاء الله. طبعا اذا لاحظنا في التقرير اللي سمعناه من شويه، انا عجبني تقرير جيد ورائع، انه نتكلم عن انه هنالك فيزيائيه وكيميائيه، كلمتين ذكرها. وعاده في الطبيعه الامور الكيميائيه لها نظريات او لها قواعد، زي معادله 1 plus 1 equal 2، 1 زائد 1 يساوي 2. ولكن في الامور الفيزيائيه نحن 1 بلس غير منظور يساوي 2. هذا الغير منظور احنا بنسميه القاعدة الفيزيائية او المنظور الفيزيائي. المياه بشكل عام تعرضت لعدة تلوثات، وهي التلوثات اللي اكتشفها البشر حتى نهاية القرن العشرين هي ملوثات كيميائية، وعالج الملوثات الكيميائية هاي بعدة طرق، بالكلور، بالفلتريشن، بالفلترة، بالمعالجات المعروفة. ولكن ظهر عنا بعد التطور اللي وصلت البشرية من 200 سنة وجاي تلوث فيزيائي غير منظور، أدى إلى تغيير في تركيبات المي وتركيبات جزيئات المي. نحن بنعرف أنه المي عبارة عن H2O جزيئين، هذا الاتصال ما بين الـ H2O مرتبط بزاوية ثابتة. إذا صار في عندي خلل في هاي الزاوية، معنى ذلك صار في خلل في المجموعة، صار في خلل في تركيبة الشبكة. عندي هنا صورة لشبكة المياه أو جزيء الماء. عملية التشكيلة هذه
إذا كانت الزوايا مترابطة ومتساوية مع ذلك صار عندي ترتيب في عناقيد المياه، صارت المياه قادرة على الإذابة، لأن وظيفة الماء في الوجود الإذابة، النقل، الحركة، تخزين المعلومة، نقل المعلومة. طيب، في كلمات جديدة ربما سيسمعها المشاهد اليوم عن الماء، ألا وأن الماء كائن حي. أثبت العالم الآن أو العلماء على رأسهم يوهان جراندر، وأيضا العالم الياباني مايسارا أوموتو، وأيضا مجموعة من العلماء رحمانوف من الاتحاد السوفيتي، أثبتوا أن الماء كائن حي ويتمتع بصفات الكائن الحي. يعني لما نقول كائن حي معناته الكائن الحي بيزعل، والكائن الحي بيفرح، والكائن الحي بيتكلم، والكائن الحي عنده جهاز مناعة، والكائن الحي بيبكي وبيفرح، وهذا يتأثر بالمحيط اللي حوله. لذلك لو أخذنا عينتين مي من نفس الجدول وكل عينة تبتعد عن الأخرى بمسافة 400 متر لوجدنا أن شكل البلورة أو الكريستالة الموجودة عندنا تختلف عن شكلها بعد 400 متر، لأن خلال مرورها في هذا المسافة هي شكلت من المحيط اللي حولها بعض الصور وخزنتها، وهي بمرورها بهذا الشكل تبدأ بتغيير الممر اللي عندها. وفي بعض المقالات الصحفية اللي قرأناها وطلعنا عليها قيل إنه الماء يستطيع أن يخزن أمراض وينقل هاي الأمراض من جيل إلى جيل إذا وجد فك لهذه الشفرة. لذلك نحن لابد أن نحافظ على مياهنا من كل النواحي، ليس فقط الكيميائية، أن ننظفها ونفلترها ونعقمها. ليست كل مياه عذبة وحلوة هي مياه صحية أو مياه قوية. نعم هي مياه عذبة صالحة للشرب، طعمها جميل، طعمها جيد، ولكن هل فوائدها لخلايا الجسم عندي صحيحة أو مش صحيحة؟ هنا بيكون محور نقاشنا ومحور حديثنا عن المياه الفيزيائية أو المياه المعالجة بطريقة فيزيائية أو المياه المنتظمة أو المياه الحية بصفة مباشرة، المياه الحية والمياه الميتة. حابين يعني هيك أنا عندي قبل ما ندخل على الهواء ونحكي أنا وإنت، حكينا دور المي للبشرة. ممتاز جدا. أنا حبدأ بدور المي بالجسم بشكل كامل. لو أجينا طلعنا على جسم الإنسان نجد أنه في التركيبة الكاملة المياه تشكل 75% من جسمنا، تشكل في الدماغ لوحده 94%، تشكل في الكبد والأمعاء والقولون وما شابه ذلك أكثر من 88%، في العظام أكثر من 75%. معنى ذلك هاي المياه الموجودة بالجسم لها تأثير عالي جدا على شخصيتي، على حياتي، على نشاطي، على كسلي، على قوتي، على طاقتي وما شابه. الآن الجلد أو أكيد الأطباء الجلدية بيعرفوا أنه لما بصير جفاف في الجسم وبتكون كمية المياه قليلة، وبنشوف إحنا اللي بيشربوا كميات قليلة من المياه دائما وابدا نجد أنه عندهم جفاف وعندهم الخشونة بالجلد، أيضا عندهم عملية يعني عملية الهضم أو عملية حركة الجسم بشكل عام بتكون أبطأ من الشخص كثير المياه. وفي اليابان كثيرا ما نقرأ ونسمع عن موضوع العلاج بالماء، أنه شرب 8 كاسات من الماء بيعفيك من مشاكل كثيرة جدا خاصة على الريق أو مشكلة. عندنا بعض أنواع المياه للاستخدام الخارجي اللي تكلمنا فيها وإحنا نسميها السولفيت ووتر. هلأ الجسم بيتعرض لأمور كثيرة جدا غير الأشعة كمان، زي ما حكينا تلوثات فيزيائية غير منظورة. هاي التلوثات أجسامنا عبارة عن أجهزة لاقطة ساتلايت عم نستقبل كل المشاكل المحيطة في الفيرمنت تبعنا أو المحيط اللي احنا فيه، فهاي لها تأثير سلبي على البشرة وعلى الجلد وعلى يعني البشرة الخارجية. فلعلاجها أيضا لابد من مياه معالجة بشكل فيزيائي أو بطريقة فيزيائية حتى تحل لنا هاي المشكلة. فهذه المياه ترش على الجلد، تترك لمدة 4 دقائق حتى الجسم يمتصها. تلقائيا تدريجيا بيبدأ الجلد يتغير وبيبدأ الجلد يستفيد من هذه المياه، وإلى تأثيرات أخرى زي ما حكينا على موضوع الأكزيما وما الأكزيما وحب الشبه وما شابه ذلك، وبدون ما نلجأ لأي علاجات كيميائية. ربما يزعلوا علينا بعض الأطباء الآن في هذا الحديث أنه المية ممكن تعالج، نعم، وعملت تجارب على هذه المياه. طيب لها اسم معين؟ هي اسمها سولفيت ووتر، طبعا من إنتاج جراندر في النمسا، معبأة بقوارير صغيرة تقريبا بحدود اللتر، وتستخدم بشكل سبري، يعني ترش على البشرة، ممكن ترش على الشعر وممكن ترش على البودي، خاصة السيدات
للي يستخدموا المكياج، ما المكياج يعني ممكن هذه بعد ما تزيل المكياج تستخدم هاي المي حتى انه تطهر البشره وتنظفها وتعيد لها النضاره ويصبح الجلد نضر. نضر يعني زي ما حكينا عن فاكهه لسه فريش طازه وفاكهه صار لها اسبوع او 10 ايام مقطوفه، اكيد الشكل والصوره حتكون مختلفه. اكيد طبعا. وللشعر بالتحديد وبالضبط ايضا للشعر بتعطي نعومه، بتعطي حيويه وبتعطي لمعان، وحتى للتيث للاسنان كمان. يعني ممكن الشخص اللي عنده التهابات في الاسنان يتمضمض فيها او يعمل بروش فيها ومشوف دائما وابدا انه الاسنان لها شايننج او لها لمعان بعد استخدامها بدون ما تحتوي على اي مواد كيماويه. استاذ محمود، متواجد عندنا بالاردن كميات حاليا متوفره؟ كميات لسه يعني بسيطه، ولكن ان شاء الله يعني سنقوم بتوفير هذه المياه بشكل كامل وبشكل تجاري ان شاء الله. ان شاء الله. طيب تقريبا انا اسبوعين يعني مش شايفينك، يعني سافرت على دبي، صار عندك شغل بالنسبه لموضوع المياه او نعم. اعاده احياء المياه. في شو من جديد حاليا؟ نحن هنا طبعا بالامارات، نحن صار لنا الان حوالي 6 سنوات بدانا في الامارات، وعندنا مشاريع كبيره جدا، سواء مشاريع على مستوى الزراعي او مشاريع على المستوى الصناعي او حتى مشاريع على المستوى الصحي. يعني نحن ركبنا بعض الاجهزه في قسم الغسيل الكلى في مستشفى دبي كتجربه لقراءه النتائج، وكانت النتائج ايجابيه 100%. استخدمنا هذه التكنولوجيا في الزراعه، وجدنا ان النمو الزراعي بيختلف ما بين انه اذا سقينا الماء، سقينا النبات بهذا الماء او بماء اخر، نضاره المنتج نفسه، الشيلف لايف للمنتج نفسه تغير، حتى الطعم. يعني قدمنا بعض العينات لمجموعة من الناس وكانت عملية تفريق بالطعم ما بين هذه وهذه مباشرة. أيضا في الأمور الصناعية ركبنا في بعض المصانع في منطقة جبل علي، أصحاب المصانع تقريبا وفروا مش أكثر من يعني مش أقل من 50 أو 60% من المواد الكيماوية اللي بيستخدموها في عمليات إزالة التكلس والطحالب في المصانع. فهاي التكنولوجيا خدمت كثيرا قطاع الصناعي، قطاع الزراعي، قطاع الصحي، القطاع الحياتي. فهي قطرة ماء، ما أعتقد أنه الحياة ممكن تكون موجودة بدون قطرة ماء، وسر الحياة هو موجود في هاي القطرة، حتى أن ربنا عز وجل وضع كل أسرار الوجود في هاي القطرة، لذلك هي تحتفظ بهاي الذاكرة من ملايين السنين. فبتنتقل هاي المعلومة من السابق إلى اللاحق. ولو عرفنا أنه كوكب الأرض ما زاد قطرة ماء ولا نقص قطرة ماء من يوم ربنا خلق السماوات والأرض لليوم، الماء اللي بيتبخر من المحيط بيتفلتر بالجو بيتعقم وبينزل مرة ثانية وبيرجع للمحيط، واللي طلع من الينبوع بيتنقى بيتعقم وبيرجع مرة ثانية للينبوع. لذلك معدل وجود الماء وبيرجع مرة ثانية للينبوع، لذلك معدل وجود الماء في الأرض ثابت، لو نقص قطرة أو زاد قطرة تغيرت موازين الحياة. يعني على هالصبح يا أستاذ محمود، ينابيع ومية وأنهار وبحار ومحيطات، وهلأ المواطنين مع الصيام المية أهم إشي يعني. أكيد لا شك، أنا بدي أعطي الصورة بس جميلة. أكيد طبعا. لكريستالات الماء نشوف كيف أنه الماء كائن حي، كيف بيزعل، كيف بيتأثر، وكيف تتغير تشكيلة الكريستالة. عندي مجموعة من الصور هي مأخوذة من موقع للعالم الياباني اللي هو مايسارا أوموتو، صور فيها ماء زمزم وصور فيها مجموعة مياه من أكثر من منطقة، واللي لما بيكون زعلان او بيكون يتكلم كلام مش كويس كيف تتشكل الكريستاله، ولما بيتكلم كلام جميل كيف تتشكل الكريستاله. هذه صوره جميله لمياه حيه، صوره كريستاله ووتر. هذه الكريستاله الطبيعيه اللي احنا ممكن نشربها وممكن يكون لها فائده في اجسامنا، وهي تشبه خلايا الجسم، فبالتالي خليه الجسم من السهل جدا انها تمتصها وتتعامل معها بسهوله، مش معقده او انه مكسره. ايضا عندنا هذه الصوره لكريستالة ووتر، ايضا هاي الكريستاله ماخوذه ايضا بطريقه لمياه حيه ايضا، وبتعطينا جماليه للشخص اللي بيكون في الوضع البوزيتيف او الهابينس، كيف بتنعكس الصوره عندنا هون. عندنا ايضا هنا اذا بنشوف صورتين، هاي الصوره العلويه هذه لمياه ميته، مياه متاثره بحديث تاف زعل نكد، مرت في ظروف او مرت في اماكن مواسير ميه خربانه، مضخات ميه خربانه، ازعاج حواليها، تشكلت هاي الصوره لها واخذت هاي من مياه طوكيو، وتعتبر مياه طوكيو يعني مياه جيده اذا ما قرنت بمياه بعض الدول، ومع ذلك كانت الكريستاله بهذا الشكل. مرت من خلال عمليه الاعاده وشفنا الصوره للكريستاله مره ثانيه كيف عولجت. نحن هنا الان في الاردن عم نعالج هاي المي، او في عندنا
تكنولوجي موجودة أنه نحول هاي الماء من هذا الشكل إلى الصورة اللي أسفل منها، أنه المية بتيجينا نحن مكسرة محطمة من الآبار ضعيفة، ونقوم إحنا بعملية تغييرها من خلال أيضا نفس وحدات جراندر أو تكنولوجيا جراندر. أيضا هذه صورة لكريستالة ووتر، صورة أخرى أنا مستعجل أن أوريكم صورة لزمزم، هذه صورة كريستالة ووتر أيضا تأثرت ببعض الملوثات كالصوت وكالميوزك التف ميوزك أو الهارد ميوزك. هذه جزيء من 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 كريستالة ووتر أيضا. إذا بنلاحظ إحنا لما نقول كريستالة، إذا بيركز المشاهدين معي، كل الصور اللي شفناها تشبه كريستالات الألماز أو العقود أو ما شابه ذلك، لأنه قريبة إلى أذهان المشاهدين. عندي هذه صورة لمياه زمزم من السعودية، صورها، وكانت طبعا هذه عملت عند الياباني نفسه اللي هو ميسر أوموتو، أسميها أنا تشوك، يعني وجد أنه كل كريستالات مية زمزم بنفس الصورة، بينما كل مياه الأرض كريستالاتها مختلفة، وكل كريستالة لكل قطرة ماء تختلف عن الأخرى. لذلك قال أنه الماء له بصمة، وهي البصمة زي بصمة البشر، لا يوجد بصمتين متشابهتين، بينما بصمة ماء زمزم كل كريستالات ماء زمزم متشابهة. وطبعا هذا إعجاز إلهي أعطانا إياه نحن ربنا كمسلمين، واستمتعنا فيه بهذه الصورة. أكيد. طيب أستاذ محمود، حكيت لنا أنه طوكيو أفضل، يعني أعذب مي أو أفضل بلد موجود فيها مي، إيش من الدول العربية كمان في نحكي الماء وين موجود؟ هو عادة الماء الينابيع، وخاصة إذا كان على رؤوس الجبال أو قمم الجبال، بتكون هي أنقى مياه وأطيب مياه. هي المياه بشكل عام هي جيدة، ولكن للأسف الشديد نحن من خلال تخزيننا السيء للمي ومن خلال ضخ المي عبر أنابيب ومضخات، نحن هنا بنبدأ نعمل عملية تغيير في سلوك المي. إن المية لما تطلع من الينبوع، لذلك احنا بنشوف المناطق اللي في القرى أو المناطق الأرياف المية تبعتهم عذبة، وبتطلع بدون فلترة بدون عمليات تنقية، وبتكون رائعة جدا وعذبة. لكن احنا شو اللي بيحصل عنا؟ عملية تخزين المي وإعادة تكرير المي وإعادة ضخ المي بالأنابيب، هذا العملية هي اللي بتصير فيها عملية التلوث الفيزيائي أو عملية التكسير. صح هي عذبة، هي حلوة، هي خفيفة، ولكن في النهاية فائدتها قليلة. وزي ما حكينا المرة الماضية أنه ذكر الدكتور العزاوي أنه أكثر من 70% من الأمراض الانحطاطية في الوطن العربي سببها الماء وسلوك الماء السيء. أمراض السكر، هشاشة العظام، الضغط، الشيخوخة المبكرة، الكسل، الخمول، الضعف بكل أنواعه سببها المياه. فإذا كانت المياه قوية بتكون النتائج قوية، والعكس إذا كانت المياه ضعيفة بيكون تأثيرها في الأجسام ضعيف. أكيد طبعا أستاذ محمود. كمان حبينا هيك تحدثنا عن الجهاز الموجود على الطاولة معك. نعم، نحكي عنه شوي. الوحدة هذه أنا استطعت أني أحملها لأنها أصغر وحدة عندنا، بس تقيلة مبينة. نعم. هاي الوحدة عبارة عن وعاء مليء بالمياه أو مليء بالبروجرام أو البرنامج اللي بينقل الانفورميشن للمياه الأخرى. فمن خلال مرور الماء من هذا الجهاز بيعمل عملية التفاف وخروج من الطرف الآخر، بيكون الماء أخذ الانفورميشن كاملة من المي. هذا الجهاز مليء بالماء، والماء الموجود فيه يحتوي على برنامج ثابت، برنامج كامل لإعطاء معلومات للمياه اللي بتمر من خلاله أو السوائل بالأحرى اللي بتمر من خلاله. فطبعا منه أحجام، بيبدأ من الهاف إنش وبيبدأ بيصل لأربع إنش حسب أحجام المضخات أو الأجهزة المستخدمة. وعادة ما يركب بعد المضخة، لأن الماء لما يدخل من المضخة ويخرج بكون الماء محطم أو مكسر، فبالجهاز هذا ممكن إحنا نعيد تنظيمه مرة ثانية. طبعا يستخدم هذا في المنازل، يركب في المنازل على الخزانات الرئيسية، يركب أيضا للمزارع، يركب في المستشفيات، يركب في محطات تحلية المياه لإعطاء مياه حية أو إعطاء مياه نقية للناس. فيعني كل الاستخدامات بتمر من خلال. أيضا يشبه هذا الجهاز جهاز آخر للأمور الصناعية، للتكلس وما التكلس، بالتحديدا للأمور الصناعية. طبعا هذا الجهاز عمره أكثر من 20 سنة، ممكن يخدم بحاجة لعملية صيانة أو سيرفيس، يبقى فاعل طول ما هو بعيد عن حركة أو بعيد عن احتكاك الماء بالداخل. بس عندي فضول إني أشيله أشوف قديش حاجة، يعني هيك ما كتير تقيل، يعني قديش وزنه؟ تقريبا بيجي حوالي أقل من كيلو بشوية، بس في أحجام أكبر، يعني بحدود الكيلوغرام. متوفر بالأردن عندنا هذا الجهاز حاليا؟ نعم. كم سعر هذا الجهاز عندنا بالأردن؟ تقريبا
بالاردني بحدود ال 400 دينار او 350 دينار 400 دينار ومده يعني دائم هذا فور ايفر، يعني اللي بياخذ هذا الجهاز بيركب هذا الجهاز مدى الحياه، ما بحاجه انه يعمل صيانه له ولا بحاجه، لا في كهرباء ولا في مغناطيس ولا في اي مواد كيماويه، مجرد بس يتركب الهوز او البربيج بيتركب من هاي الجهه والماء بيخرج من هاي الجهه، عمليه فك وتركيبه سهله جدا وممكن يعني يعطي الافكت للبيت كامل، يعني اذا ركبناه نحن على مصدر دخول الماء للمنزل معنى ذلك هو بيعطي الخدمه لكل البيت. وانا بدي اركز في هذا النقطه على موضوع مهم جدا 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 وهو موضوع الاغتسال. هلا نحن بجوز تربينا وسمعنا الكلام كثير انه يا فلانه خلي ابنك يتحمم علشان ينام او حمميهم عشان يناموا. الماء اللي احنا بنغتسل فيه ماء فاقد للطاقه، واجسامنا بيكون فيها معدل معين من الطاقه بعد جهد عمل يومي، فلما بنيجي نغتسل احنا بالماء الفاقد للطاقه بيبدا الماء بعمليه سحب الطاقه من جسمي، فبصبح بعد الاغتسال منهك تعبان، والاصل انه انا اكون بعد الحمام اكون نشيط جدا، لانه الماء فاقد للطاقه والمعلومه بتنتقل من المستوى الاعلى الى المستوى الادنى بيبدا الماء يسحب الطاقه هاي من جسمي. لو اجينا احنا عكسنا الصوره وركبنا هذا الجهاز واصبحت الماء مكتمله الطاقه وانا جسمي 50% طاقه، فالطاقه الموجوده في المي اعلى من الطاقه الموجوده في جسمي، فبيبدا انا جسمي ياخذ الطاقه من المي فبطلع انا بيومي نشيط 100%. كذلك المسابح، وهي نقطه مهمه لاصحاب المسابح واللي عندهم مسابح في المنازل او حتى في الانديه، معدل وجود الكلور في المسابح عالي خاصه البابليك سويمنج بول لانه بيكون اطفال ما اطفال فبيستخدم الكلور. الكلور له سايد افكت احمرار عيون، بشره، تساقط شعر، ما شابه ذلك. باستخدام هاي الاجهزه نحن بنقلل السايد افكت او المشاكل الجانبيه اللي بتيجي نحن من خلال الكلور. كذلك يصبح الاغتسال في هذا المسبح علاجي بمعنى صحي، انه انا بنزل بغتسل في ماء مليء بالطاقه، فبدل ما انهك وعضلاتي تنهك وانا عم بسبح اجد انه جسمي بدا يستمتع بطاقه وبنشاط. فهذا بنشوفه نحن كثيرا جدا، يعني انا عندي دوكيومنتس من اوروبا وحتى من الامارات، يعني افلام ضخمه جدا للاطفال وحتى اصحاب انديه رياضيه ومسابح وحدائق بيتكلموا عن ردود افعال الكاستمر للاستخدام هذا. استاذ محمود اسمح لنا ناخذ اول اتصال معنا. صباح الخير اخي بسام. صباح الخير، يعطيك العافيه. الله يسعد صباحك، هلا بيك. شكرا لك على البرنامج الشيق. تسلم، شكرا جزيلا. صباح الخير للضيف تبعي. صباح الورد، يا مرحبا بيك. بدي اغلبك بس الجهاز اللي بيحكي عنه الاستاذ شو عمله بالضبط؟ الو اخي بسام صباح الخير، وينك؟ هاي معك الخط. بس معلش وطينا صوت التلفزيون شوي مشان نسمع صوتك من التليفون. اسمع صوتك من التليفون. اوكي. او اسمع. بدي اغلبك بس الجهاز اللي بحكي عنه الاستاذ شو العمل تبعه بالضبط؟ اوكي. شكرا جزيلا لاتصالك اخي بسام، اكيد رح الاستاذ محمود يعني يرد على سؤالك. ببساطه اخ بسام، أنا الآن أمامي جهاز كمبيوتر، هذا الجهاز بيعمل بطريقة جميلة، بطريقة سريعة، بطريقة قوية. عبث به بعض الأشخاص، أزال من هذا الجهاز بعض ملفات التشغيل، يبقى ككمبيوتر ولكن يعمل ببطء شديد جدا، بيخليني أمل ما أقدر أشتغل على هذا الكمبيوتر. فإذا أنا بدي أعالج هذه المشكلة بدي أحط أنا السي دي الأصلي واعمل داونلود مره ثانيه للملفات المفقوده من هذا الجهاز، بيرجع الكمبيوتر يشتغل بطريقه سليمه. نحن التكنولوجيا الحديثه اللي وصلنا لها، الموبايل والستلايت والويفز والريموت الكنترول تبعك في البيت والاشياء هذه كلها والاصوات والميوزك، ادت الى انها تزيل بعض ملفات التشغيل الموجوده في المي، فصار المي موجود حي، سوري موجود، ولكن افقدنا بعض الخصائص او بعض الصفات. هذا الجهاز بالضبط زي السي دي، مجرد ما مرت المياه من خلال هذا الجهاز بيعمل داونلود للملفات المفقودة من الماء، فبيرجع الماء مرة ثانية مكتمل الملفات، فيصبح سلس، يصبح مروره سهل بالجسم، الفيسكوسيتي فيه عالية، فبكون يعني عذب وما شابه ذلك. فهذا الجهاز وظيفته أنه يعيد ترتيب الملفات المفقودة من الماء من خلال مرور الماء منه. معنا كمان اتصال أستاذ محمود. أخي محمد صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. يسعد صباحك، هلا بيك، كيفك؟ بدي أسأل بالنسبة للأجهزة هاي اللي عم بعرضها السيد محمود. نعم. هل في منها أجهزة شخصية للاستخدام الشخصي؟ أوكي، رح يجاوبك. نعم. شكرا لاتصالك أخي محمد، صباح الخير. سيد محمد، أكيد طبعا الأجهزة هاي متوفرة للاستخدامات الشخصية،
في منها حكينا بالحلقة السابقة أنه تجربة شخصية عن حضرتك أو تجارب شخصية من طرف المعارف والعائلة استخدموها. نعم نعم احنا كثير جدا من العائلة استخدموها. أجاوب على سؤاله الشخصي بالذات، في أن أجهزة عبارة عن قلادة احنا وعدناك نعطيك اياها المره الماضيه على عن القلم الكريستاله. الكريستاله، في استخدام الكريستاله هاي لعمليه حساسيه الصدر والربو وضيق التنفس، في ان اجهزه عباره عن اقلام. هذا القلم استخدام شخصي، ممكن يوضع بكاس الشاي، بفنجان العصير، بكاس الماء، باي سائل من السوائل لمده 30 ثانيه. مجرد ما وضعناه نحن في الكاس يبدأ بعملية تغيير الانفورميشن اللي في المية نفسها. فكتير عملنا تجارب، بس هلأ صايمين. أنا كنت حاب أعملها لايف، لكن إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله. أنه نجيب 2 كوب أوف ووتر، نحط واحدة بكأس والثانية بكأس آخر، ونتركها لمدة 30 ثانية، ونذوق طعم المية هنا وطعم المية هنا، حنجد أنه طعم الماء اختلف كليا. السبب أنه غيرنا ونظمنا لها. في أيضا للشاور للاغتسال، يعني اللي ما بده يركب للبيت كامل ممكن يركب قطعة شاور في البيت ويغتسل بهذا الماء، ماء الطاقة، بحيث أنه يعطي طاقة لنفسه هو وأيضا لعائلته من خلال جهاز الواحد. والجهاز الواحد ممكن يخدم البيت كامل، مو ضروري أنا أمتلك وأصرف كم، يعني إحنا بدنا قدر المستطاع أن نوفر. فيعني ممكن جهاز واحد يكفي خدمة للبيت كامل. في أيضا عرضنا في الحلقة السابقة اللي هو البليت، أو البليت الخشب، توضع عليها الطعام، يوضع عليها الفواكه، توضع عليها الزهور، وتبقى نضرة وتبقى حية وتبقى نشطة على مدار الوقت. فأيضا من الأجهزة الشخصية اللي توضع في الخزانات، يعني أنا مثلا عندي خزان مي، ما عندي مضخات، ما عندي أي شيء، أنا ممكن أحط غاطس، جهاز يغطس في يوضع في داخل الخزان، وهذا كفيل بأنه يغير الماء الموجود بالخزان كامل ويعطيني مياه حية لكل البيت، للاغتسال وللطبخ وللشطف لكل شيء. برضو تحدثنا عنه بالحلقة السابقة عن الجهاز اللي بينحط بالخزانات بالمنازل. يعني الأمور المنزلية، إما الغواطس بالخزانات أو الأونلاين أو الأجهزة الفردية اللي هي تستخدم. فأنا حاولنا نغطي استخدامات التكنولوجيا لكل الأشخاص حسب إمكانياتهم واحتياجاتهم، في الأحجام الضخمة والأحجام الكبيرة، وفي أيضا منها الأحجام البسيطة والأحجام الصغيرة. رح نأخذ كمان اتصال من آية. آية صباح الخير. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك يا آية. ألو، اتفضلي آية، صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. هلا حبيبتي، تفضلي. معلش بدي أغلق، بدي أحكي مع الدكتور. تفضلي تفضلي تفضلي. معلش بس بدي أسأل الدكتور، هلا هو بحكي عن الطاقة الموجودة بالماء. هلا إذا قرأنا على القرآن، قرأنا قرآن على الماء، نقدر نعدل الطاقة الموجودة بالماء؟ رح يجاوبك. شكرا جزيلا لاتصالك آية، رح يجاوبك الأستاذ. صباح الخير أخت آية. أكيد الماء المقروء عليه يغير في طاقة الماء ويغير في كريستالة الماء، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على الماء، وأيضا حتى إحنا مشايخنا لما بيقرأ على الماء بيعكس، هو بيعكس ذبذبة الحرف أو الويفز تبع الحرف نفسه، فالماء بيبدأ يعمل داونلود لهذا الذبذبة. فإذا قرأها وكان هو بصفاء نية وبإخلاص أكيد حتتغير الكريستالة، وإذا قرأها بشكل بس مجرد تجاري أكيد حتتغير أيضا الكريستالة. سبحان الله. لذلك الشخص لو كتبنا، مش قرأنا، لو كتبنا كلمة الله ووضعنا كاس المي جنبها تتغير كريستالة المي فقط من اقترابها من الحرف هذا، وهذا بسموها طاقة الحرف. يعني حتى الأحرف في القرآن لها طاقة وممكن يتغير في كريستالة الماء. أكيد طبعا، لأنه مرة هيك أحد الزميلات جربت تجربة. قبل ما أحكي لكم التجربة رح نأخذ الاتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، يا هلا، مين معنا؟ معك أبو المعتصم أحمد جزاز. أهلا وسهلا أخي أحمد، يسعد صباحك. بدنا نسأل الدكتور محمود إذا في إمكانية بالنسبة للماء في علاجه لبعض الأمراض مثل هشاشة العظام. نعم. مش عارفين يعني شو تأثيرات هذا المي اللي بيحكوا عنها. تكرم عينك أخي أحمد، رح يجاوبك الأستاذ محمود. شكرا جزيلا لك. أستاذ محمود، كمان خلينا نجاوب أحمد على سؤاله. وفي كمان حكينا بالحلقة الماضية أو الحلقات السابقة عن موضوع أنه الرجل اللي عالج زوجته كان معها الكانسر. نعم. وعالجها من خلال هاي المي. نعم. بالنسبة لسؤال السيد أحمد، عالجت حالات كثيرة جدا في هشاشة العظام وآلام المفاصل أيضا
من خلال استخدام الماء كشرب واغتسال، لأنه كان أول علاج هو في الوجود في القرآن هو الاغتسال والشرب. لما ربنا عالج سيدنا أيوب قال له أركض برجلك، نعم. أعطى قانون حركة، الحركة والماء، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يعني ما بصير أنا أعمل قانون وأترك القانون الآخر. فعملية الاغتسال وعملية الشرب هي وسيلة العلاج. الشرب علشان ينظف السموم والمخلفات والأكاسيد الموجودة بجسمي، اللي للمية الثقيلة أو المية الغير حية خزنتها بجسمي ما قدرت تطلعها، فهي صارت مستودعات بداخل الجسم. الماء العذب ممكن يخرج ليها من الجسم، والاغتسال بيبدأ عملية امتصاص الجسم للطاقة من خلال الجسم. وأيضا في أنا أذكر بالتحديد بروفيسور الدكتور نجم العزاوي، وهو موجود بإمارة الشارقة وأخصائي في أمراض الشيخوخة وهشاشة العظام، وله مقالات وله براءات اختراع يعالج هذه المشاكل باستخدام الماء، بالإضافة إلى الأدوية الأخرى أو المغذيات الأخرى. يعني ليست الماء فقط، ولكن الماء كعامل مساعد. هي التكنولوجيا عندنا ليست أدوية وليست مواد طبية، هي عمليات سبورت، عمليات مساعدة للجسم، لأنه جسمك 75% من المي. إذا عدلنا هذه النسبة معناته إحنا حصلنا على النتائج. طبعا أستاذ محمود راح نأخذ كمان اتصال من الدكتور زكريا القضاء. صباح الخير دكتور زكريا. هلا وصباح الخير. يسعد صباحك دكتور. أهلين. أهلا وسهلا فيك تفضل. صباح الخير كيف الحال؟ هلا الحمد لله. الحقيقة أنا دخلت على البرنامج يعني متأخر شوي، أنا دكتور في الهندسة الكيماوية. أهلا وسهلا فيك. ولفت انتباهي الحقيقة حديث الدكتور محمود عن الجهاز بالذات اللي بيستخدمه مشان إعادة ترتيب التركيب الكريستال، إعادة إحياء المياه. نعم. أه. يعني حاب يعني أسمع منه توضيح يعني مصدر الطاقة الموجود في هذا الجهاز. نعم. رح يجاوبك الأستاذ محمود يا دكتور زكريا. مصدر الطاقة ويعني كيف بده يعيش الجهاز هذا فوريفر يعني 20 سنة وأكثر. نعم رح يجاوبك تكرم عينك. شكرا جزيلا لاتصالك دكتور زكريا. شكرا دكتور زكريا صباح الخير. بخصوص هذا الجهاز، الجهاز هذا مليء بالماء، ومرور الماء من خلال هذا الجهاز وخروجه ما بصير في عملية تلامس مع الماء الموجود في داخل الجهاز. الماء الموجود هنا بنسميه الانفورميشن ووتر. الانفورميشن ووتر اللي هو الجهاز اللي حامل بروجرام المياه الطبيعية البكر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من الأزل، بصير عملية نقل للمعلومات من هذا الماء للماء اللي بمر منه. الطاقة الموجودة في الماء هذا تنشأ من طاقة حركة الإلكترونات في مداراتها الصحيحة. بعد ما إحنا ننظم جزيئات الماء ونعيد ترتيبها بشكل سليم، تبدأ الإلكترونات تدور في مدارها بشكل سليم بشكل حر، وهذا بيعطي الكهرومغناطيك أو الطاقة المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية في جزيئاتها. والدليل لو قربنا بوصلة جنبها حنلاقي البوصلة بدأت تتحرك، مع أنه ما في عندنا أي مغناطيس لو حطينا أي معدن عليها ما بيمسكها. فحركة الإلكترون في مدارها دكتور كما تعلم سرعتها حوالي 8 كيلو متر في الثانية الواحدة. فتخيل عدد الإلكترونات الموجودة في جزيئات الماء من حوالي 1 مليون أو 2 مليون عنقود من عناقيد الماء، وحركة الإلكترونات هاي بتكون حركة منتظمة، كيف بده يكون تأثيرها على السوائل الأخرى أو حتى على الجسم. فبالتالي الطاقة الموجودة في الماء تأتي من حركة الإلكترونات، وعدم احتكاك الماء الداخل من خلال الجهاز وخروجه في الماء يبقى الماء يحفظ هذه المعلومة أكثر من 20 سنة. واحنا بنتمنى دائما انه احنا هيك نحس حالنا بشباب ونحس حالنا منتعشين دائما من خلال المي العذبه، لانه فعلا المي العذبه هي اللي بتعطي الحياه وبتعطي اشياء مفيده للبني ادم. بدي اشكرك جزيل الشكر، الوقت داهمنا ويعني استفدنا كثير احنا والمشاهدين من خلال اعاده احياء المياه، واكيد راح يكون لنا لقاء معك استاذ محمود. انا بدي اشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، وانا أتمنى إن شاء الله أن نكون قدمنا رسالة وقدمنا معلومة تفيد الإخوة هنا في الوطن العربي، مش بس بالمملكة الأردنية لكن في الوطن العربي، لأن هذه رسالة نحملها نحن إلى الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. أكيد. شكرا لكم ويسعد صباحكم. شكرا جزيلا لك.